على سوريا. يعني لو قتلتك دلوقتي وسويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا. هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. انت رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا انا هنزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غاوي حك وتوب عليك ربنا. خد ياض. نهار الزراق. وده شاطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولقي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ أيوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. أيوه. ورمز الوطواط. أيوه. متشكرين يا أبلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط دي خطوه عزيزه عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا، والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. ما جاش؟ معقوله يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. عودة يا سونيا، عودة يا حبيبي. ماله زي بيتك؟ محترم. أمال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. إيه بجاشي ده أنت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. وكله أكل عيش يا فندينا. وأنت الصادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتتنح بقى وتتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزية افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذة في ترعة موصولة ما بينكم. اه تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليه. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. ماشي. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر، وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانة، حتى لو تمنها رقبتي. ايه هو لك؟ استبينا فندينا. قول لي اسمه ايه بقى؟ ولا يا حبيبي لعمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك عبقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، ما تشيليش ذنب، انا مش قد، قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمله اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. فاهمه يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش، انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم أنا انت بنت طيب، طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البيت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه، اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت مشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم.